السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم بخير، وكل سنة وانتم في أسعد حال، وربنا يصلح الحال للمسلمين كلهم، آمين يا رب العالمين. طبعا النهاردة أنا الفيديو ده فيديو استثنائي. أنا مش بحب من يعني مش بحب ان انا اقعد بقى على سرير ولا على كرسي واقعد اشتكي وامل. انا عايزه اقول لكم، طالبه منكم طلب بسيط، معلش، طالبه منكم طلب بسيط. انا عارفه ان انتوا اهل خير، وعارفه ان انتوا بتحبوني، وعارفه ان انتوا ما بتتاخروش عني في كل حاجه. ربنا يا رب يكرمكم بحق الايام المفترجه ويشفي كل مريض ويصلح الحال للمسلمين كلهم يا رب، ويهدي الامه الاسلاميه، امين يا رب العالمين. بكره طبعا وقفه عرفات، فانا طالبه منكم طلب. طبعا اللي حصل النهارده كانش متوقع ابدا. انا بقالي تقريبا اسبوعين تعبانه جدا، وربنا اللي عالم يعني. حتى اخر مره، اخر حاجه امبارح بالليل، هوريكم حاجه. حاجة امبارح جبتها بالليل، جبت الاكياس دي من الصيدلية بتاع الست اللي في الصيدلية. قالت لي ده كانت في واحدة ماشية على عكاز وقالت لي خدته واتبسطت منه قوي وتحسنها. قلت لها يا ستي هاتي هاتي علب ماشي. فيعني اخر ما توصلت ليه امبارح ان انا جبت العلبة دي. انا من اسبوعين رحت الدكتور كتب لي على ادوية من ضمنها هي دي، مش فاكرة كتب لي ايه، يعني ما كانش فيه تحسن بنسبة 1%. المهم طبعا انتوا عارفين ان انا يعني لوحدي وكده، عدا لوحدي. فطبعا نزلت جبت طلبات الصبح، لان بكرة ان شاء الله وقفة عرفات، ان شاء الله نبقى صايمين بإذن الله. المهم يعني، وجبت عيش وجبت بصل وجبت منظفات وجبت كل حاجة، وماشية. انا مش قادرة امشي، مش قادرة يعني، ماشية سنة سنة، مش قادرة احمل على رجلي اليمين، رجلي اليمين مش قادرة احمل عليها. بس اخر دور يعني الدور اللي قبل الاخير، طبعا انا نظفت وكل حاجه، نظفت وانا مش قادره، يعني امشي، مش قادره والله العظيم، حتى ربنا ما قادره. بس انا مين اللي هينظف؟ مش قادره انظف، او مش قادره، بس انا يعني لو الدنيا مش يعني الدنيا مش نظيفه حواليا، هبقى متضايقه، وتعبانه. فمين اللي هينظف؟ مش هينفع، مش هينفع ان انا اسيب الدنيا كده. ف اللي انا طالبه منكم لا يستركم في الدنيا. ايوه عايزه اقول لكم، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اللي حصل جيت في الدور اللي تحت مني وما قدرتش، ادوس على رجلي، ما قدرتش ادوس عليها، رحت مصرخه يعني، انا وقعت ما قدرتش اقف على حيلي، رحت مصرخه واقعه، او نص واقعه يعني، سندت على السلم ومصرخه. كانت ربنا يسترها الجاره اللي فوق مني، كانت واقفه على السلم معرفش بتعمل ايه، سمعتني قالت في ايه، قلت لها لا ده انا تعبت يعني مش قادره اقف. وانا بقى نص الوقعه دي، اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي، وانا بقى نص الوقعه دي رجلي طقت، طبعا الشقه كانت مش نظيفه، وانا نزلت بدري، قلت في الطراوه كده اجيب اخطف طلبات البيت وكده، عيش وبصل وما اعرفش ايه، واجي جاري اغسل شويه الطبقين وشويه طباق وامسح الشقه وكده يعني الم الدنيا، قلت عشان المايه ما تقطعش. فجبت الحاجات من قريب وجيت جري يعني، او جيت يعني على قد ما قدرت ان انا امشي. جت تسندني، ما عرفتش تسندني، فانا حطيت رمازه، طلعت بايدي، سندت على ايدي وطلعت كده بايدي على السلم زي القطط كده. فكل اللي طالباه منكم، معلش، الله يستركم في الدنيا والاخره، ادعوا لي يا جماعه بكره وقفه عرفات، ادعوا لي ان ربنا ما يرقدنيش، ادعوا لي ان انا ما احتاجش لحد. طبعا في ناس بتقول لي ما قلتش لبنتك ليه؟ يا جماعه بنتي هشتت اربع افراد، هي وجوزها وعيالها. فانا قلت يا ايه يا بنتي، تعالي على نفسك كده لحد ايه ربنا ما ييسر الامر، واشوف دكتور عادل اروح له كده. بس النهارده انا فعلا وقت يعني، انه النهارده خلاص
انا طالعه بالفيديو ده اقول لكم ادعولي بكره ان شاء الله باذن الله، وقفه عرفات ادعولي، وادعوا لحاج احمد اخويا، اخي احمد الكبير، ربنا يشفيه يا رب، ياخد كيماوي. افتكرونا بالدعاء يا جماعه، الله يستركم في الدنيا والاخره. طبعا ماليش غيركم بعد رب العالمين، انتوا وبنتي، فربنا يا رب يستركم في الدنيا والاخره. انا بعتذر على هذا الفيديو، بس انا ما فيش في ايدي حاجه غير الدعاء، وغير ان انا اطلب منكم ان انتوا تدعوا لي، لان يعني بجد انا مش قادره ارفع على رجلي، ورغم كده يعني سنه سنه كده بقيت اروق على قدي. اي نعم الحاجه بعملها في ربع ساعه عملتها في ساعه ونص، بس مش مشكله، تبقى الدنيا رايقه حواليا، عشان حد لو حد جه يلاقي الدنيا رايقه. حبايبي الغاليين، ربنا يمتعكم بالصحه ويمتعكم بولادكم وبحياتكم وبدنيتكم. بشكركم جدا، كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير، وبعتذر عن هذا الفيديو.